هذه المسألة 27 على 125، الكل أس سالب 1 على 3 في 4 على 9 الكل أس نص. كيف نحل هذا المقدار أو نجيب قيمة هذا المقدار؟ أوكي، أولا 27 ديت ممكن نكتبها بصورة أسية، أو أنا ممكن أقول لك حاجة أفضل. أما بتلاقي هنا في أس هنا سالب، أوكي، والأساس هنا كسر، وأنا عايز أخلي الأس ده موجب، بقلب الكسر. يعني ممكن اقلب 27 على 525، اقلبها بعمل لها 125 على 27، وبغير اشارة الكسر الاس، يبقى 1 على 3 اصبحت موجبة. اوكي، طبعا نكمل هنا في 4 على 9 الكل اس كام؟ اس 1 على 2. بعد كده سيد الفاضل هتبدأ تحول هذه الارقام او الكسر الى صورة اسية. 125 عبارة عن 5 أس 3 على اللي هو 27 اللي هي 3 أس 3، ده كل أس 1 على 3. في الأربعة عبارة عن كام؟ عبارة عن 2 أس 2، والتسعة عبارة عن 3 أس 2، الكل أس كام؟ 1 على 2. أوكي، تبدأ بعد كده توزع الأس اللي بره على الأس اللي جوه، يعني معناها بتضرب على طول. يعني التولت ده 5 في التولت في 3 بيروح، والتولت في المقام بيروح، يصبح عندك 5 على 3. في نفس الطريقة هنا في 2 على 3. اوكي، الاثنين دي تروح مع الاثنين دي، والاثنين دي برضه تروح مع الاثنين دي، وهكذا وهكذا. اضرب بسط وبسط مقام في مقام، 5 في 2 ب 10، 3 في 3 ب 9، يبقى 10 على 9. ده كسر، لو حسبته بصورة عدد كسري. التسعة بتسأل نفسك العشرة فيها كم؟ تسعة واحد، وهنا تسعة وهنا واحد، يبقى 1 1 على 9. شكرا.